تمكنت مصالح شرطة سيدي بالعباس من تفكيك جمعية أشرار قد أقدمت على تحريض أطفال متمدرسين على تعاطي وترويج المهلوسات، حيث تأتي القضية تعود إلى استغلال فرقة الشرطة بالأمن الحضري الخارجي بالبلولادي لمعلومات مفادها وجود 3 أطفال متمدرسين ساقطين على الأرض مغمى عليهم في حالة هلوسة. تمكنت المصلحة من توقيف الفاعلين الواحد تلو الآخر مع حجز أكثر من 569 قرص مهلوس واتخاذ كل الإجراءات القانونية من خلال تفتيش مساكن المشتبه فيهم.